وكما قلنا أن الأمة مقبلة على ظهور الفسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، سيبرز سينحسر الحركة والوضع عن هذين الأمرين، ويعرف من آمن ومن لم يؤمن. تكون فيكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك عاض، ثم جبرية، ثم يتكادمون تكادم الحمير. فجاهدوا في سبيل الله، وخير جهادكم الرباط، وخير رباطكم عسكر الله. صلى الله على سيد الأكوان. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وما من نفس تقتل ظلما ولو كانت في أقصى المشرق فيرتضيها رجل، يرتضي قتل هذه النفس بغير حق، ولو في أقصى المغرب إلا كان شريكا في إثمه، شريكا في إثم القتل. من ارتضى قتل الأطفال أو قتل النساء أو قتل العزلة أو قتل المظلومين المعتدى عليهم من قبل المغتصبين الظالمين شريك في قتل هذه النفوس. ولو أن أهل السماء والأرض تمالوا على سفك دم رجل واحد مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى عند الإنسانية من غير المسلمين وقعت مواقف وحركة لبعض غير المسلمين أشرف وأحسن مما وقع لبعض المتخاذلين من المسلمين. وإذا مسلم والعذراء بدين ولا بفطرة ولا بإنسانية والعياذ بالله تبارك وتعالى. أغاث الله المسلمين، أيقظ الله قلوب المسلمين، وأيقظ قلوب العالمين، ونشر الهداية. يا رب اجعل هذه الحوادث سبب لنشر الإسلام ويقظة القلوب ورجوع الحق الخلق إليك. يا الله يا الله يا الله.